عمرو سعد ممثل قوي ومعروف بأدواره المتميزة، لكن يمكن أكتر حاجة تأثرنا بيها أثناء حوارنا معاه في نقطتين وخط هي فكرة إن الدور الوحيد اللي رفض يلعبه في حياته هو دور الضحية. وبصراحة كلنا عندنا استعداد إن احنا نلعب الدور ده ونقول إن احنا مش عارفين نحقق حلمنا عشان ظروفنا وحشة، عشان ما عندناش وقت كفاية، عشان ما عندناش تشجيع كفاية، عشان ما عندناش فلوس كفاية. الأعذار دي كلها الاسم العلمي ليها هو قطرة الأحلام. ماري فوليو، واحدة من أهم مقدمي برامج التنمية الذاتية في أمريكا، في كتابها الأخير Everything is Figureoutable أو كل شيء له حل، كانت بتقول إنه 99% من الناس اللي بتقول إنها مش عارفة تحقق حلمها هي في الحقيقة مش إنها مش عارفة تحقق حلمها، هي مش عايزة تحقق حلمها. طب مش عايزة ليه؟ مش عايزة عشان خايفة، خايفة تخرج من منطقة الأمان حتى لو بتكره المنطقة دي. طب الحل إيه؟ الحل إن إحنا نعرف إن إحنا أولاً مش ضحايا، ثانيا ان احنا حتى لو احنا مش مسؤولين عن التحديات والمشاكل اللي بتقابلنا، احنا 100% مسؤولين عن افكارنا والحاجات اللي احنا بنحس بيها ومؤمنين بيها. تالت حاجه ويمكن هي اهم حاجه، ان ممكن تكون تحدياتك كبيره ومشاكلك اكبر من اي حد تاني، لكن الطريقه اللي هتواجه بيها المشاكل دي والتحديات دي اللي هتفرق معاك. ودي فعلا الحاجه اللي فرقت مع عمرو سعد وخليته النهارده واحد من اهم نجوم مصر والعالم العربي. ما كانش عندي اي ميل او رغبه زي زمايلي اللي اتخرجوا وراح عمل بعد شويه شركه او اشتغل في مكتب ومش عارف عمل ايه او استقل مع اصحابه او سافر الخليج وعمل فلوس. عمري ما غيرت ولا فكرت في الحاجات دي خالص. انا هدفي كان محدد وقراري كان واضح جدا لا يحتمل اللبس. اغرب حاجه في حالتي لما برصدها كده ان ما كنتش نهائي نهائي عندي اي نوع من انواع الشك. ما كنتش خايف حتى ان انت ما توصلش نهائي. مفيش شك نهائي نهائي. سبت البيت في فتره كويس وبقيت يعني هوملس وما عنديش مقدره على ان انا اجر او اروح، فكنت ممكن اقعد في مكتبه في وسط البلد بنام فيها. من يعني كان في حد زميلي بيشتغل في المكتبه دي بيديرها، وكان بالليل لان هو ما يقدرش يقول لصاحب المكتبه انه في حد ينام، كان بيخليني انام في المكتبه ويقفل. ممكن بتعب بتضايق بحبط بكتئب بحتاج كل الحاجات حاجه الا ان اشك ان هوصل اللي انا عايزه. عمري ما شكيت. طب حتى الاحباط لما كان بيجي لك كنت بتعرف تواجهه بسهوله ولا حسيت انه ده حاجه اشتغلت عليها؟ اوقات بيجي لك طبعا لحظه عنيفه انك تهاجر مثلا ساعات تسيب كل ده انك تهاجر، لانه مواجهه الفشل بتبقى سخيفه، خاصه ان لما يكون في ناس منتظرين منك شيء او بتبص في عينيهم بتحس انك مكسوف انك مش قادر عاجز. وده حاجه حصلت لناس كتير قوي ملايين في مجتمعات، انما بيحصل كل يوم. بس اتعلمت حاجه. نصيحه اخويا الاكبر اللي هو في امريكا، كان يعني عايش في امريكا بيشتغل في البحث العلمي، لما كلمته ساعتها وفكرت المره الوحيده اللي حصل فكرت اهاجر هروبا من عيون الناس اللي حسوا ان انا ما قدرتش احقق. قلت يمكن مش خلاص مش هقدر كويس فلازم اهرب. وبعدين قال لي انا كلمت ناس تشتغل هنا في سوبر ماركت او حاجه في شيفت بالليل ولو انت مصر. بس انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي، الجبان هو اللي بينسحب من المعركه قبل ما تخلص قولا واحدا. هو لما قال لي الجمله دي انا قفلت وقررت اكمل المعركه، ولما احس ان خسرت تماما ممكن امشي. يعني لازم تهلك تدي 100% من كويس. كل حاجه فرجعت تاني بقيت امسك كده اصحى الصبح اقول ايه طيب لازم الواحد يتحرك. اصل احنا عندنا برضو عشوائيه، مفيش نسق معين ان انت لو اشتغلت هتوصل لمكانه، مفيش الكلام ده. مفيش في مصر عمل تراكمي، يعني مفيش ان انت بتقعد تشتغل فتوصل لشيء. انت بتشتغل تشتغل تشتغل هوب بتلاقي جات لك من حته تانية، بس كانها مكافاه ربنا، كانها المنحه اللي اصرارك وشغلك بيديها لك ربنا. انا مؤمن بكده، يعني مش سلم بتطلعه. يعني ان هي عشوائيه لازم تتحرك كتير قوي. يعني لو فرضنا ان في اوضه وفيها كوره بتتحرك بشكل عشوائي ومطلوب انت تخبط فيك، اول حاجه لازم تبقى موجود جوه الاوضه، مش هينفع تطلع بره الاوضه، فلازم انت تبقى في الوسط السينمائي اللي بتحاول فيه وتخبط البيبان. دي اول قاعده. القاعده الثانيه لازم تتحرك انت كمان بعشوائيه وشراسه اكتر عشان الكره تزود احتمالات انها تخبط فيك، والباقي على الله.